السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم. وعدتكم أني أحدثكم عن نوعين من الرواة، لكن الليلة بأقتصر على نوع واحد والنوع الثاني في الجزء الثاني إن شاء الله. النوع الأول اللي بتكلم عنه هي الرواة التي يستحى من ذكرها بين قوسين الجنسية. أعتقد ما في أحد إلا رآها، لكن يستحي من ذكرها ومن تأويلها. وأستبيحكم عذرا في طرح هذا الموضوع طرح صادق وجريء وواقعي، ولا يستحي من العلم، إن الله لا يستحي من الحق والرؤية من الله. قد يرى البعض في منامه أنه يزني بأخته، أو أن رجلا غريبا يزني بزوجته، أو أنه هو يعمل عمل قوم لوط مع رجل آخر فيستعظم هذا ولا يذكره. وفيما يتعلق بالأزواج، قد يبدأ الشك في نفس الزوج تجاه زوجته بعد الرؤيا، أو العكس يدخل الشك في نفس الزوجة تجاه زوجها. الحياء من ذكر هذه الرؤى طبيعي، لكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الناس أن هذه الرؤى مثل غيرها من الرؤى، إنما هي رموز لها دلالات مختلفة. وحينما أقول رموز، فهذا يعني أنه رمز له ظاهر وباطن، ولا يدل على ما رأيته بالضبط، وإنما يدل على معنى مختلف تماما عما رأيت. وحديثي الآن عن الرؤية الصادقة المرموزة التي لها تأويل ومعنى. أما حديث النفس فإنما هو تفكير، وقد يفكر الإنسان في مثل هذا الأمر لكن ليس له معنى. ومن الطريف أن البعض يكتم مثل هالنوع من الرؤى ولا يقصه على العابر، ويقص رؤى أخرى تدل على نفس المعنى اللي ينحاش منه ويقع في الفخ. من جلوسي مع الناس وحديثي معهم عن هذا النوع من الرؤى، الرؤى الجنسية، اكتشفت أن نظرة أغلب الناس لهذا النوع سلبية، مع أنه أحيانا قد يحمل لهم معاني جميلة. وإليكم الأمثلة. صديق لي كنت جالس أنا وياه في نفس المكان المعتاد اللي تعرفونه، فحدثته عن الرؤى هذا النوع، فقال لي فعلا عجل عندي رؤية، والله كنت مستحي بس بقولها الحين. قال رأيت في ميران نايم أني أعمل عمل قوم لوط أو أفعل في طفل صغير مجهول ما أعرفه. قلت بس؟ قال بس انتهت الرؤية. قلت تأويلها ما يلي: زوجتك الآن حامل وفي بطنها ذكر. قال والله فعلا هي حامل بس ما أدري وش اللي في بطنها، وسبحان الله رزقه الله بمولود ذكر في الحج في يوم عرفة. صديق آخر لما كلمت عن هذا النوع من الرؤى قال أجل خذ رؤياي، رأيت في ميرا النائم أني أنا واحد الأصدقاء كل واحد يعمل عمل قوم لوط أو يفعل في الثاني، انتهت الرؤية. قلت له يوم قمت من النوم وجدت ما احتلمت؟ قال لا. قلت ممتاز، إذا الرؤية. طيب في الرؤية هل أنزلت أنت أو هو؟ قال نعم هو أنزل بس أنا ما أنزلت. قلت تأويلها: كانت بينكم صداقة حميمية وحب وألفة، ثم فترة أنقطع هو وهجرك ولا تدري أنت وش السبب، صح؟ قال صح. ثم علق وهو متفاجئ، قال يا أخي والله فعلا صار له 3 سنين ما كلمني وأدق عليه ما يرد، والله ما كنت أتوقع أن معنى الرؤية هذه بهذا الشكل. شخص آخر يقول أنا دائما أرى في المنام أني أجامع أختي، كثيرا أراها. قلت له أنت تنزل في المنام؟ قال مرة أنزل ومرة ما أنزل، وصراحة أقوم مستحي وما أقدر كيف أواجهها. قلت له لا تستحي ولا تخاف، تأويل رؤاك كلها أن علاقتك بأختك مضطربة، مرة متراضين ومرة متزاعلين، صح؟ قال فعلا كلامك صحيح. بعض الزوجات ترى في المنام أنها تزوجت من رجل آخر سواء مجهول أو معروف، وتقوم مفزوعة وما تحكيها لزوجها أبدا، وأحيانا الزوج يرى نفس الرؤية. غالبا يكون معنى هذه الرؤية جميل، ولا فيه داعي للحياء ولا فيه داعي للخوف. خذوا هذا المثال: أحد الأصدقاء قال لي رأت زوجتي أنها تزوجت أخوها، انتهت. طبعا كان عندنا ناس فناديته وشاورته، قلت لها الآن زوجتك حامل في الشهر الأخير وفي بطنها ذكر، صح؟ فعطاني نظرة قال فعلا صح. قلت بتسمونها على أخوها؟ فابتسم وقال لي أما التسمية لا والله ما أنا مسمينها على أخوها، يا بسميها على أبوي أو بسميها على أبوها. وسبحان الله بعد أسبوع سماها على أخوها وصدق التأويل. إن شاء الله أنكم استفدتوا من كلامي، وأتوقع بعضكم الآن وبعد ما سمع الكلام ارتاح واطمئن، وهذا ما أريد أن أصل إليه. وانتظروا الجزء الثاني، والسلام عليكم.